بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة الطلبة بكل خير مع المحاضرة الرابعة من سلسلة مقاصد الشريعة الإسلامية. في هذه المحاضرة نتحدث معكم عن المقصد العام من التشريع والمقاصد العالية للشريعة الإسلامية، ثم نتحدث عن المقاصد الخاصة بالأبواب الفقهية، وإذا اتسع معنا الوقت نتكلم عن المقاصد الجزئية. بداية، ماذا نقصد بالمقصد العام للتشريع، وماذا نقصد بالمقاصد الخاصة، وماذا نقصد بالمقاصد الجزئية؟ المقصد العام من التشريع هو المقصد الأساس الذي جاءت أحكام الشريعة لتحقيقه، يعني كل الشريعة الإسلامية بكل أحكامها، إن كان أحكام أسرة، أحكام معاملات، أحكام دولية، علاقة الحاكم بالمحكوم، أحكام الإرث، أحكام العبادات، أحكام العقوبات، جميع الأحكام التي جاءت بها الشريعة، ما المقصد من ورائها؟ ما هو المقصد العام، المقصد الأساس الذي وضعت الشريعة بكل أحكامها لتحقيقه؟ طبعا هذا سؤال صعب ويحتاج إلى عملية استقراء شاملة لنصوص الشريعة. كنا قد ذكرنا في المحاضرة السابقة أن من مسالك وطرق الكشف عن المقاصد مسلك الاستقراء، مسلك الأخذ من النصوص، مسلك التعليل، مسلك الاقتداء بفهم الصحابة، مسلك سكوت الشرع إلى آخره. وقلنا بأن أقوى مسلك من مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة هو مسلك الاستقراء. ونزيد اليوم فنقول الاستقراء نوعان: استقراء كلي واستقراء جزئي. الاستقراء الكلي هو الاستقراء الذي نقوم به بتصفح جميع نصوص الشريعة، هذا الاستقراء الكلي، لنصل إلى حكم معين أو نصل إلى مقصد معين. الاستقراء الجزئي يكون الاستقراء بالأخذ عينة من النصوص الشرعية واستخراج المقصد منها. طبعا المقصد المستخرج من الاستقراء الكلي هو مقصد قوي جدا، والحكم المأخوذ من الاستقراء الكلي هو إذا كان من النصوص القرآن طبعا هذا قطعي في أعلى الدرجات، وإذا كان مأخوذ من نصوص السنة فهو أقوى من المتواتر، هو بمرتبة المتواتر، تمام، فهو قطعي. الآن نرجع إلى المقصد العام من التشريع. المقصد العام من التشريع كيف وصلنا إليه؟ وصلنا إليه عن طريق الاستقراء الكلي لنصوص الشريعة. طيب من الذي قام بهذا الاستقراء؟ علماء الشريعة الإسلامية الكبار، فكل منهم قام بعملية الاستقراء ووصل بعد تحليل وتمحيص وصل إلى رأي يقول هذا هو المقصد العام من التشريع. أعرض لحضراتكم بعض هذه الأقوال. رأي الإمام الغزالي بعد أن قام بعملية استقراء كبيرة في كتابه جواهر القرآن وجمع النصوص الشرعية ثم استخرج منها المقصد الشرعي، فيقول المقصد العام من التشريع هو معرفة الله ومعرفة ذاته وصفاته، وأن يتحقق العبد بمعاني العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى. إذا انتقلنا للإمام العز بن عبد السلام الذي كتب كتابا عظيما يعتبر مرجع أساس في فقه الموازنات وفي فقه المقاصد، وهو قواعد الأحكام في مصالح الأنام، من خلال كتابه ويذكر أن المقصد العام للشريعة الإسلامية هو جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم.
إذا انتقلنا إلى الرأي الثالث وهو رأي الإمام الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة، يقول: المقصد العام من التشريع هو حفظ النظام بجلب المصلحة ودرء المفسدة وإقامة المساواة بين الناس وجعل الشريعة مهابة مطاعة نافذة وجعل الأمة قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال. ترى اختلاف في ويذكر الإمام ابن عاشور في موضع آخر أن المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان، ويشمل صلاحه صلاح عقله وعمله وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه. إذا انتقلنا إلى المفكر الإسلامي المغربي علال الفاسي من خلال كتابه مقاصد الشريعة ومكارمها، نجده يقول: المقصد العام للتشريع هو عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة ومن صلاح في العقل والعمل وإصلاح الأرض. إذا جئنا للعلامة الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله، نجده يقول: المقصد العام من التشريع هو تحرير العقل البشري من رق التقليد والخرافات وإصلاح الفرد نفسيا وخلقيا وإصلاح المجتمع بصورة يسود فيها الأمن العام والعدل بين الناس وصيانة الحريات والكرامة الإنسانية. طبعا أدليت بدلوي في كتابي مقاصد الشريعة الإسلامية الذي أناقشه مع حضراتكم خلال هذه المحاضرات، فقمت بجمع بين أقوال هؤلاء السادة العظام لأصل إلى أن المقصد العام من التشريع هو تحرير العقل البشري من التقليد والخرافات ليتعرف على الله وعلى شرعه الذي يدعوه لتحقيق ما فيه صلاحه لما فيه ما كل ما فيه صلاحه ويدفع عنه كل مفسدة ليطبقه في حياته العامة والخاصة فيحفظ نظام الأمة ويستديم صلاحها ويعمر الأرض بالعدل والخير والصلاح. إذن المقصد العام الذي توصلت إليه بعد جمع أقوال العلماء، المقصد العام الذي جاءت كل الشريعة من أجله تحرير عقل البشر من الخرافات، عندما يتحرر العقل يتعرف على الله وعلى شرعه، عندما يتعرف على الله وعلى شرعه يدعوه ذلك إلى صلاح نفسه ودفع المفاسد عنها، يطبق الشرع في حياته العامة والخاصة فيحفظ نظام الأمة يستديم صلاحها، وهذا يؤدي إلى عمارة الأرض بالعدل والخير والصلاح. هذا كله بوجهة نظري هو المقصد العام للتشريع. طبعا هذا المقصد العام للتشريع ينقسم وينضوي تحته تفريعات نسميها المقاصد العامة أو المقاصد العالية، وبعض العلماء يسميها المقاصد العالمية للشريعة الإسلامية. ما هي المقاصد العامة أو العالية للشريعة الإسلامية؟ قال: المقاصد العامة أو العالية أو العالمية للشريعة الإسلامية هي القضايا الكلية والأهداف العامة التي جاءت الشريعة لتحقيقها من خلال تشريعاتها كلها من عبادات ومعاملات وعادات وجنايات، ورعيت في أغلب الأحوال. من هذه المقاصد العامة المقصد الأول، وهي طبعا تفصيلات للمقصد العام: تصحيح العقائد في التصورات للألوهية والرسالة والجزاء وإنقاذ الضمير البشري من الذين انتحلوا حق التسلط عليه وتطهيره مما ران عليه من وساوس وخزعبلات وإقامة سلطان العقل وإعلاء حرية النظر وهدم صنم التقليد. من المقاصد العامة
تحقيق العبودية لله في هذا الكون، وذلك بإفراده بالعبادة حيث لا معبود بحق سواه، وإبطال جميع أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى خفيا كان أو ظاهرا، سواء أكان ذلك على مستوى الفرد أم على مستوى الجماعة. أيضا من المقاصد العامة حفظ الضروريات الخمس للعباد، وهي حفظ دينهم ونفسهم وعقلهم ومالهم وعقلهم ومالهم ونسلهم. من المقاصد أيضا إعمار الأرض وإصلاحها في ضوء منهج الله. من المقاصد العامة للشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد وتقرير كرامة الإنسان وحقوقه. من مقاصد الشريعة العامة تحقيق التيسير والسماحة، فلقد تضافرت النصوص على هذا المقصد. من المقاصد العامة للشريعة إتمام مكارم الأخلاق ومحاسنها وتزكية النفس، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لاحظوا النص يدل على أن المقصد الأساسي الذي جاء من أجله محمد عليه الصلاة والسلام إتمام مكارم الأخلاق، فهذا مقصد عام. من المقاصد العامة تحقيق العدالة والمساواة بين الناس وإسقاط الوسطاء بين الله وخلقه. من المقاصد العامة إنصاف المرأة. من المقاصد العامة تحقيق الألفة والاجتماع بين المؤمنين، يقول الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. من المقاصد العامة تمكين الأمة الإسلامية واستخلافها في الأرض، في ذلك يقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، بسورة النور 55. المقصد العاشر من مقاصد الشريعة العالية إصلاح حال المخلوق في الدنيا والآخرة، وذلك بإصلاح عقيدته وعبادته ومعاملاته واجتماعاته وظاهره وباطنه، وإصلاح الفرد والمجتمع في العاجل والآجل، وإصلاح النظام والحياة في مختلف مجالاتها الاجتماعية والسياسية والتربوية والتعليمية والثقافية. من المقاصد العامة رفع الضرر والضرار عن الإنسان، في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. من المقاصد العامة بناء الأمة الشهيدة على البشرية والدعوة إلى عالم إنساني متعاون. دوام الارتقاء في العلم والعمل والوصول إلى الحق عن طريق النظر في آيات الله واحتذاء المثل العليا للوصول إلى الكمال المقدر للإنسان. من المقاصد العالية إنذار من لا يساهم من الجماعات في تحقيق هذا الإصلاح العام بالعذاب في الدنيا وسوء المنقلب في الآخرة. فالأمة الإسلامية هي الوصية على العالمين، وهي المستخلفة في هذا في هذه الأرض، وهي حاملة رسالة الله إلى الخلق أجمعين. طبعا هذه المقاصد إخواني الكرام كلها توصلنا إليها من خلال استقراء نصوص الشريعة الإسلامية. بعد هذا العرض نصل إلى أن المقاصد العالية للشريعة الإسلامية هي باختصار تحقيق عبادة الله والخلافة عنه، وعمارة الأرض من خلال الإيمان ومقتضياته من العمل الصالح المحقق للسعادة في الدنيا والآخرة، والشامل للنواحي المادية والروحية، والذي يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع ويجمع بين المصلحة القومية الخاصة والمصلحة الإنسانية العامة، وبين مصلحة الجيل الحاضر ومصلحة الأجيال المستقبلية، كل ذلك بالنسبة للإنسان والأسرة والأمة والإنسانية جمعاء. هذه هي مقاصد الشريعة العامة. هناك بعض العلماء من يذكر تقسيم آخر للمقاصد ويسميها مقاصد الخلق. ما هي مقاصد الخلق؟ قال: المقاصد الخلق هي المقاصد التي من أجل يعني التي من أجلها خلق الخلق. وقد وردت العديد من الآيات التي تبين مقاصد الخلق، منها قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذاريات 56. فالمقصد من خلق البشر هو عبادة الله تعالى. ومن مقاصد الخلق قوله تعالى في سورة الملك:
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمقصد من خلقنا هو الاختيار أو الاختبار ليظهر المحسن من المسيء. ومن مقاصد الخلق ما جاء في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالمقصد من هذه الآيات هو مقصد الخلافة والاستخلاف، أي أن الإنسان قائم مقام من استخلفه، يجري أحكامه ومقاصده مجاريها، ويقيم المصالح التي قصد الشارع المحافظة عليها بحسب طاقته ومقدار وسعه. من المقاصد أيضا مقاصد الخلق قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، سورة فاطر 39. نرى أن المقصد هنا حفظ النوع، وهو مقصد من مقاصد الخلق. ومن ذلك أن الله خلق الخلق وأحوج بعضهم إلى بعض لتقوم كل طائفة بمصالح غيرها، فهذا من مصالح الخلق. ويقابله في مقاصد الشريعة مقصد التعاون وتبادل المنافع، سواء في مجال الأمة أو مجال الإنسانية، وما يقتضيه ذلك من إباحة العقود وفرض الوفاء بها. إذن إخواني الكرام، أنا أرى هذه المقاصد التي أسموها مقاصد الخلق هي جزء من المقاصد العامة. ننتقل، إذا ذكرنا إخواني الكرام المقصد العام ثم المقاصد العامة.